الميكانيكال فورس. طب شو بيقابل الفولتج؟ فورس تمام او تورك. اذا الفورس او تورك بيقابل فولتج. طب شو بيقابل الكرنت؟ اوميجا. اوميجا سبيد. الفولتج بيقابله فورس او تورك والكرنت بيقابلها سبيد. لو ضربت فولتج في كرنت بتعطيني باور. لو ضربت فورس في سبيد في لينير سبيد بتعطيني، ولو ضربت تورك في روتيشنال سبيد بجريدينت بير سكند بتعطيني كمان باور. اذا نفس الشيء هلا هون باي ديفولت سورس سبلايز باور. إذا يجي نطلع على هذا السورس ممكن يكون مثلا طالع منه شافت هو ميكانيكال سورس. خلص مش راح احط انا حتى موتور مره. ميكانيكال سورس، ميكانيكال سورس بعطيني تورك وبعطيني سبيد. اذا هون بالحاله هاي راح يكون راح يعطيني راح يعطيني سبيد وتورك، وهذا راح يعطيني تورك، وهذا راح يعطيني سبيد بالحاله هاي، وراح يعطيني تورك وسبيد بنفس الاتجاه، راح يدور باتجاه وراح يعطيني تورك بنفس الاتجاه. وبالنسبه لنا هون هذا التورك بوزيتيف وسبيد راح تكون بوزيتيف من هون. اذا لما تكون الباور لاحظين هاي، فاهمين ايش اللي رسمته هون؟ واحدة من هدول تورك والثانية سبيد. شو يعني؟ عم بمشي الشاف بنفس الاتجاه اللي أنا حاطط فيه تورك. إذا عم بشتغل، عم بعمل شغل ولا عم بكسب شغل أنا؟ عم بعمل شغل. لو أنا جبت هون حجر والحجر جاي على مكان مرتفع ودفشت أنا عليه فورس وتحرك بنفس الاتجاه اللي أنا دفشته، معناها أنا عم بعمل شغل، ما عم باخذ شغل، أنا عم بزوده بطاقة. إذا هون الباور بوزيتيف، إذا لما تكون الباور بوزيتيف من هون، إذا نورمال كونديشن، طبعا الباور رح تكون هي عبارة عن التورك مضروبة في أوميجا. أو إذا كانه سلندر والسلندر عم بعطيني فورس وعم بصير في بهذا الاتجاه من هون، هي هاي نيوتن من هون، أو هذا التورك رح يكون نيوتن متر والسبيد راح تكون راد بير سكند. نعم في حد كان عنده سؤال؟ اوكي. اذا هون بالحاله هاي فاف في ان عم تعطيني هذه الباور، عم تعطيني التورك في اوميجا، او الباور عم تعطيني اف في في. اذا هون الباور بوزيتيف راح يكون نورمال كونديشنز. اذا ايش يعني نورمال كونديشنز؟ سبلاينج او سبلايز باور. لا الشافت الثاني اللي مشبوك عليه، الشافت الثاني اللي شبكناه عليه. واذا كانت الباور نيجاتيف، اذا عندي اب نورمال كونديشنز. واذا صارت اب نورمال كونديشنز معناها في شيء قوه خارجيه هي اللي عمالها بتعطيها الطاقه، لانه راح يصير عكس الاتجاه، راح ينعكس يا اتجاه التورك يا اتجاه سبيد، يا اما بصير لف بعكس الاتجاه او بصير التورك هو في تورك خارج عم بياثر عليه بهذا الاتجاه، هو عمال بياثر بتورك معكوس. اذا هون رح تكون consumes او draws او absorbs power. هذا بالنسبه للميكانيكال سورس. والميكانيكال لود الميكانيكال لود باي ديفولت كونسيومز او دروز باور. هذا الميكانيكال لود راح يكون السرعه باتجاه بس التورك بعكس الاتجاه، وهذا هيك بالنسبة له هو بوزيتيف، بالنسبة له التورك بوزيتيف بالحالة هاي وأوميجا بوزيتيف بالنسبة له.
ولذلك راح يكون التورك باتجاه والاوميجا بعكس الاتجاه، وبالحاله هاي لما تكون الباور هلا هون هذا التورك بوزيتيف هيك واوميجا بوزيتيف هيك، هذا بالنسبه له لما التورك والسبيد يكونوا بنفس الاتجاه راح يكون الاثنين من هون بوزيتيف، فلما الباور تكون بوزيتيف بتكون هذه نورمال كونديشنز، اذا consumes power، واذا صارت طبعا هون عندي اذا صارت الباور نيجاتيف اذا هاي abnormal conditions، اذا supplying power. هلا نيجي لو احنا شبكنا الان ميكانيكال سورس مع ميكانيكال لود، يعني جبنا هون هلا هذا صار عباره عن ميكانيكال سورس، شو ما امثله على ميكانيكال سورس ممكن تكون، بدناش محرك كهربائي نحكي عن شيء ثاني، ايش ممكن يكون مثال على ميكانيكال سورس بعطيني تورك وسبيد بنفس الاتجاه؟ يلا فكروا، ممكن انترنال كومبشن انجن بالسياره احط فيه بنزين بحرقه، ممكن يكون ديزل انجن، اوكي مزبوط، ممكن يكون مي عمالها بتلف بتحرك تيرباين او ستيم تيرباين وستيم تيرباين بتحرك بنفس الاتجاه، حتى يكون سورس عماله بعطيني تورك وسبيد بنفس الاتجاه، وهذا جبت الشافت تبعه وشبكته على ميكانيكال لود وهذا ميكانيكال سورس، هذا عم بعطيني تورك بوزيتيف بهذا الاتجاه وسبيد بهذا الاتجاه بوزيتيف بوزيتيف بالنسبه له، السبيد بدها تكون بنفس الاتجاه ولا راح يكسر الشافت مزبوط؟ اذا وين لازم تكون السبيد كمان تبعت اللود كمان بهذا الاتجاه، بس التورك بعكس الاتجاه، بالنسبه له هذا اللود التورك بوزيتيف والسبيد بوزيتيف، لما الباور تقول الان بوزيتيف بهاي الحاله بهاي الكونديشنز هي شبكنا التنين مع بعض، لما الباور تكون بوزيتيف بكون كل واحد منهم ايش عم بيعمل؟ النورمال كونديشنز، شو النورمال كونديشنز لللود للسورس؟ عم بعطيني ميكانيكال باور قديش مقدارها؟ اوميجا فتي، وبكون اذا السورس سبلايز باور واللود ابسوربس باور، وين الفلو تبع الباور لما تكون الباور بوزيتيف؟ من هون لهون مظبوط؟ هذا عم بعطيني باور وهذا عماله باخذ، والاثنين بالنسبه لهم الباور بوزيتيف، طب لما الباور تصير نيجاتيف شو بتصير الكونديشنز؟ هاي هون كانت باور بوزيتيف معناها نورمال كونديشن، كيف ممكن تصير الباور نيجاتيف هون؟ ايش بده ينعكس؟ يا بضل التورك بنفس التورك هذا بنفس الاتجاه والتورك هذا بنفس الاتجاه وبتنعكس السرعه، يا اما بضل ماشي على نفس السرعه وبنعكس التورك، بصير التورك من هون معكوس اتجاهه وبصير التورك معكوس اتجاهه، اذا انعكسوا الاثنين ما بينفع، ليش؟ بضل الباور بوزيتيف، اوكي؟ اذا عكسنا اتجاهه وضل هذا يعطي تورك وسبيد بنفس الاتجاه وهذا ياخذ تورك وسبيد بعكس الاتجاه ضلت الباور نيجاتيف، اذا الباور نيجاتيف راح تصير ابنورمال كونديشنز، واذا كانت ابنورمال كونديشنز اذا السورس ميكانيكال سورس دروز باور واللود سبلايز، ماشي واضح لهي؟